طب هات الامانه الاول. مش فاهمه.
بعدين ويحملوا اوفر ممنوعه ما والله عارفهم ولا دول واحده هنا من اللي بالي بالك خلاص مش قايل ولا حد يغير من عمه يا ولد ودي انا عمه يا ولد يا بابا خلاص انت مغمض عينيك ها وانا اغمض عيني هبوس هبوس غمض عينيك اغمض ولا ابوس اغمض ابوس هبوس بس غمض ونشوف هبوس ولا لا يلا يا عم مراد يلا يا عم من هنا يوم ما تحترمنا العدوة ليه عملت كده؟ اسكت يا مان قول ايه؟ سيبه يا ابني جبت مني كتير كرة دمه يروق وهنا مام اساس هنروح لحسان ولازم الامر حبوس على ايده ورجله كمان دم الناس مش شايف كفايه اللي راح فضل مش عايز نقص الله تبوك سلامتك يا اخوي مكتوب كله مكتوب كله مكتوب يا مرغو هذه النتيجه كانت الناس تقول لي سيدنا سكري ولا قول لهم مين يحمي ظهري غير صاحبي زيدان وادي النتيجه يا مرغو روّن على روحك يا اخوي يتيم وطول ما هو مش راضي يبقى لازم يفكر في الدار يبقى لازم نزلهم عشان ما يفكروش يطلعوا راسهم تاني بالعقل لازم نعملهم كويس عشان ما يطلعوش قرار اللي تحملوها اللي جاي اكتر حاجه بتعجبني فيك يا نبهان دماغك تعالى يلا انا متهيالي اللي بحلم ربيعه جت حاجة عندنا وبرجليه حسب عقلك يا حكيم ولا انت مش عارف قيمه العمده حسان ومين يعرف انت تأدي يا سيدي الناس اهلا وسهلا اتفضل مش كده؟ تمام باقي الوقت بره يا عم ندخلهم؟ لا 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 البركه فيه هو برضه احنا اجابر العرب وناسنا بتسمع لنا واللي بنعمله ماشي خير احنا جينا لحد عندك الموت ما خلاش من فوارسنا ولا فوارسكم والجرح اللي يصيبكم يصيبنا برضه سادات يا مر الحرب ما فيهاش غالب ولا مجنون وقلب مر يا نبهان لكن المر ساعات بيبقى دواء ومين ما يحبش روان البال يا مر هشمنا هشمنا يا سيد البر البرين البرين يا مر من الجبل للبحر وناسي وناسك هتكون في حمايتي ما تخافش رجالة السلاح هتحرسهم وان حد رفع عينه في حد من ناسك شاور بس بصباعك قدها يا عمر يبقى احنا كده خلاص يا مرة احنا كده اتفقنا وطي بوس ايدي العمر ايه اتفقناش على كده يا بابا جرى ايه يا مرة يا كوميسنة تأثر على سمعك وطي خلي الريح تعدي لا يا بان امرك يا سيدي الناس سمعت حاجة انا قبل مين ده يا نبهان؟ ده ربيع اخويا اصله بعافية حبتين سلامتك سلامتك يا مرة مش تقول بعافية برضه ولا مستكبر على اسياد مش بمين يا حسان؟ نبهان امرك يا سيدي الناس صحيح لحسن يكون نايم استرنا يا ابو كليب ده العمدة حسان مش لعب ولا العمدة ربيعة يا نبهان والارض تعرف نفسها اه
وربيع ها؟ أرض مين يا عويل أنت؟ طول عمرك بيت وعمري ما خفت لما فكرت أجيلك يا كلب. ربيع كفاية يا ربيع. مش كفاية يا مرة تعلمها أمرك يا عمري. علقوه على باب البلد أديل الهاتف ده، علقوه على الباب لحد ما تخلص عليه الحداد والخربان. اتكلم اتكلم يا نبهات، في عرضك يا عمري. انت هنا خدوه. أنا حذرتكم من غضب العمر. قلبي عندك يا مر، اسمع كلام كويس ودو السر جاي. قول حاجة تهدي العمر يابا يا حبيبي. قول ايه بس؟ العمر ما قدرش شبتي ولا قدر دخلتنا عليه. أخوك يا مر، أخوك برضه ما قدرش موقفني وهسيبتي قدام رجالتي، فعشان كده كان لازم يموت. يا عم صدقنا وسخنا والمكنه حلو يا عم. سخنا ايه انت تعمل فيها موتور عربيه؟